هذه الحلقة برعاية طيب اللي يدعمنا طيبين. بس اسمعوا قبل ما نبدأ حبيت أقول لكم إنه هذه الحلقة هذه الحلقة زي السمكة لا مثيل لا صح. هذه الحلقة عبارة عن واو. يعني عبد العزيز يقصد إنه هذه الحلقة مو للناس الحساسة. ممتاز. وما تعرفوا إيش المشهد اللي بعده حيصير زي كذا. قبل ما تنزل لازم تعرف تسوي كذا عشان لا ينشنقل البنطلون. انت مدرب يا معلم. زبدة الحلقة حنوريكم بعض الحيوانات عشان نثقفكم ونقول لكم كيف هم يتعاوشوا سوا وكيف يتعايشوا. ايش في؟ وانا ايش قلت؟ يتعاوشوا. كيف يتعاوشوا سوا؟ كيف يعيشوا في هذه الحياة؟ زي ما يقول الامريكان هاو زي سرفايف. لا لا هل انت قدها؟ انا قد امها. عبد الله الان اداني طاقية معناته انا الان حجيب الحيوان الاول. عبد الله هل انت جاهز؟ انا دايما جاهز. الحيوان الاول اللي حنجيبه اليوم يبين نفسه كيوت. يسوي نفسه كيوت. ايوه بس من يوم ما انت ما تحترمه ولا تقلل من قيمته يعضك. طب لو يفسخك. ليش؟ لا لا ما نبغى نوصل لدي الدرجه. نوقف الكاميرا لما يفسخك. قاعدين ننتظر عبد العزيز يجيب لا عزيز هو مستخبي شوية ورا. انت تعرف ان في ببغان فوق راسك؟ ايش فيه؟ هو الحيوان شرد فانتوا سووا نفسكم مجانين. سكر الباب سكر الباب. زي ما جو يا اخوان. هذا ايش اسمه يا عبد الله؟ رينج نيك باريكيت. ليش شرد مني؟ الله ايه الحلاوة دي. هو احنا نحتاج برايفز. عبد الله ليه سموه بهذا الاسم؟ لانه في خاتم حوالين رقبته زي ما انتم شايفين. كلمة باريكيت معناها الذيل الطويل. يا ساتر. شوف كيف؟ حلو. بس في معلومة احلى. هذول الانواع يتكاثروا بشكل هائل. هو رايح يتكاثر الان. كانوا في افريقيا واسيا من كثر ما تكاثروا راحوا لاوروبا. لا 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 لا. والان في بريطانيا المزارعين يعتبروهم مؤذيين للمزرعه. ليش يا عبد الله؟ عشان ياكلوا الفواكه والخضروات. طيب فاي مزارع يشوفه في مزرعته في بريطانيا يمديه يقتله وما يسجنوه. عبد الله هل عندك معلومات ثانيه عند العصفور؟ لا. انت نسيت اهم نقطه. ممكن تيجي هنا جيب فمك. ايش؟ يا جيب فمك بس. عبد الله بوس العصفور حزر ايش يسوي؟ ايش يسوي؟ لا عبد الله صدقني هذا العصفور رومانسي. ما يبايس فمه. عبد الله تعال قرب قرب. إيه ليه مو انت تبوسه؟ انت تحب الحيوانات. ابوسه. ايش اسمها؟ جيسيكا. جيسيكا. اعطاك هدية من تحت. يلا الحلو دوب سوى بيبي. فخلاص هو يديني البيبي ويديك البوسة يلا. 3-2-1. الحب الحقيقي. جيسيكا 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 جيسيكا. من يوم ما اشوف وجهك يا جيسيكا يا جيسيكا تفكريني بمنظر افريكا. جيبوسا عزيز. وانا جيسيكا 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 جيسيكا. عندما تقبليني ايوه تفكريني بالمكنسة. الله عليك. انا عندي واحدة جيسيكا جيسيكا جيسيكا. مع السلامة. هي لسه ما فزنا. وين الحيوان اللي بعده يا اخوان؟ عبد الله هو المسؤول. عبد الله هو اللي جابه. عبد الله اللي حيثقفنا عن هذا الحيوان. جبت مساعدة من عندي عشان يساعدني اشيله. ليش؟ يعني اجيبه وانقله من المكان ذاك الى هنا. ليش يا حبيبي؟ الحين تشوف. ليه قد كذا؟ ليش؟ خلاص خلاص اسكت. هيضيح. عبد الله ايش هذا؟ هذه التورتس. تورتس مين ده؟ ديناصور. التورتس شويه خايف حطينا له ايش ايش.
انا افتكر النوعيات هذه اللي زي كذا اللي تحط بالصناديق. هذه السلحفاة البرية يوصل عمرهم الى اكثر من 150 سنة. ما يعرف يسبح لكن يمدي يكتم نفسه لمدة طويلة تحت الماء، يعني يستحمى يعني ما هو وسخ. عنده كذا زي المخالب يساعده يمشي في البراري، لكن السلحفاة المائية بين اصبعها زي البطة عشان تسبح مضبوط. طبعا عبد الله قرب للشاشة، قرب للشاشة. طب هذا نجرب اذا هذا يبوس. ايش حس؟ لا طب هذه سنسيتيف الحين، هذه حس حساسه يعني حسه. طب نشوف ندغدغه. لا ولا جانا مصدر من حيدر اباد. حيدر اباد السلاحف اللي زي كذا ما هو قد كذا، حجمه كبير مره، رجولها تصل الى رجل الفيل. احا احا من جد؟ حقيقي؟ ويقولوا انه الناس يركبوا فوقه زي الحصان. حقيقي؟ انت قعدت فوقه؟ انا ما في ثاني نفري. لا لا لا، هذا زي حصان؟ لا لا لا، يمكن بقر هذا. لا ما في بقر. زوروا حيدرابات عشان تركبوا السلاح. شيزا 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 سمالي جوكن كلاسي جوانا باري انترانا باري. زي ما تشوفوا هذا هو السلحفاة، وعبد الله قارن هذه السلحفاة المائية. وين هذا؟ وانبسطنا الان وننتقل للحيوان اللي بعده. عبد عزيز خلاص يعني في شيء ناقص، ما انت عارف في ذي الحلقة. عبد الله مو لازم تجيب الهجة، خلاص عارف صورنا مع شاورما، الناس حبوا شاورما، يبوا شاورما كل حلقة. طب اشتقنا له، ما يمدينا نجيبه. عبد الله اللي شايفه الان هو شاورما 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 شاورما، صار عنده ملاك. لا شاف النعمة. تعرف انه شاورما صار اشهر مننا؟ والله صار اتيكيت يعرف ياكل. شاورما صار اشقر. عبد الله اهم من كل شيء حزر ايش؟ لابس حفاضة. يا بزر انت. شاورما انت جيعان؟ عبد العزيز شاورما في بيتنا وجيعان عيب. والله عيب يا شاورما. ضيف عزيز اطلب له اي شيء من هانجر ستيشن. الان حنجيب لك. تبى صيني، تبى بيتزا، تبى برجر، جيب برجر. لا يبغى سوشي عشان فيه له خيار. اوكي. حبا حبا باللي جاب. والله اشتقت لك. سوي له هاك. هو ما يحب الا ابوه، يفتكر ابوه. تعال. هو مو مفتكر الا الخيار اللي في يده، ناس العشرة. الله العظيم احبك في الله. وهذه بوسة راس. عبد العزيز. عبد العزيز. بوسة راسك. لا. انا بوسة راس قلت. الحمار مع هذا الوضعية حسوي حركة، يا حتنجح يا حنفرش. يلا شاورما وين؟ عضني. بيني وبينك شهاني بالخيار، لازم نتشارك. اتحداك تشارك معه. انت كلم وانا اخذ الخيار. طيب شفت البيت اللي هناك؟ انت شفت البرتقال اللي هناك؟ كيف يفصفص هنا شاورما؟ يفصفص؟ مين علمك تفصفص يا حبيبي؟ والله شفنا الدنيا. طب يلا حبيبي شوف ايه ما في. حكينا معك. ها؟ روح غسل فمك. ليه؟ روح غسل فمك. حمسني. روح غسل فمك. تعال. عضني عضني. صراحة كانت مغامرة حلوة مع شاورما. فمه خيار. لا تقطعنا في الجزء الثالث، نبغاك تيجي. ها اوكي يلا باي. واخر حيوان يعتبر من اكلي اللحوم. الله جبت ايش؟ اسد يطير. وعبد الله الان لابس الجلفز، ومعناته الجلفز يعني هذا الحيوان شرير. هذا الطائر عنده ميزه ظريفه، انه لما يطير ميوت ما حد يسمعه. هذا الطائر لما تجيبه قدامك وتلعبوا مسابقة مين اللي يغمض اول، انت تموت وهو يفوز. مفهومة؟ ايوه فهمتها مظبوط. لا يمكن ما فهمها. والله فهمتها. يعني هو ما يغمض. اسمه بارن اول. شو كيف يغمز؟ كأنه كذا يتغزل كذا، يدي غمزة كذا على ماشي كذا كذا. شو شايفين وجهه في شكل قلب كذا البياض، هذا يساعده على السمع. معلومة خاطئة مشهورة عن البومة، يقولوا انه البومة بس يكون صاحي في الليل ويكون نايم في النهار، بس هذه المعلومة غلط عشان احنا صباح الحين. ايش شربت نسكافيه؟ عبد الله حيكون قوي، عبد الله حيكون عضلات، حيحاول ياكل. ما حاحاول، حاكل البومة. لا 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 انت بس.
اقرب اقرب. لازم توصلوا لفمه. انت تبعد لما ياكل. بوما. ايوه. بوما، يو نو فيجي سبينينج؟ عبد الله شيله الله يخليك، عبد الله شيله الله يدخلك الجنة. خلاص هذا نهايتي، وان شاء الله عجبتكم الحلقة. وتفضل اسمع اسمع، حيصير عنوان الحلقة عبد العزيز انشال اذنه من بومة. وان شاء الله عجبتكم الحلقة لا تنسوا تعطونا احلى واكبر واحسن لايك. ها عبد الله كم تبغاهم يوصلوا اللايكات؟ كل ما تقول لهم رقم يكسحوا امه. هذه المرة خليها راحة شوية، يعني بسيطة خليها. ايوه ها 150 ألف لايك. يلا روحوا يا ريبورترز، إذا سويتوا 150 ألف لايك نعرف إنه في 150 ألف شخص يبغى أفريكانو 3. وعبد الله آخر جائزة لشهر رمضان، مين الفائز للآيباد برو؟ ألف مبروك. ولا تنسوا تضغطوا زر السبسكرايب تحت عشان تكونوا من الريبورترز.